أحييكم من جديد. أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب اللواء فاضل برواري القبض على الإرهاب المطلوب حسين عراك. برواري أشار إلى أن عراك يعد أبرز مساعدي المجرم الهارب عزت الدوري في محافظة صلاح الدين. هذول عائلة سابقا يعني هواي أهداف طلعنا بطيارات منطقة النبعات بالتاجي ومن أهل النبعية بالتاجي، وأكثر من مرات طلعنا بس كانوا مو موجودين. أخو جلال يشرف على منطقة بحيرات ومنطقة جنوب بغداد، وهو ينتج في مناطق بلده وما بلده سامراء ودجيل والبتاجيات وهي مناطق سبع بور يشتغل بيه كان، بس الحمد لله قدرنا نقبض عليه وهسه هو جو تحقيق.